اوطن يلا حبيبي يلا. يلا اوطن كمان، يلا يلا اوطن يلا. الساعة 9 بكرة من صباح السبت، رفق جوزيف عويس كلبه أودن مثل العادة بنزهة صباحية، ولكن الطريق يلي سلكوها بمنطقة بساليم كانت مزروعة بلحوم مسممة للكلاب. صبح تقريبا شي الساعة 9 إلا ربع بيلفت انتباهي انه في لحمة مكبوبة على جنب الطريق بين الحشيش، بس شفته ركض عليها دغري شديته لورا وقربت لشوف شو هي، لقيت شقف لحمة. من بعد إبلاغ البلدية وتوزيع الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وإنقاذ ثلاث كلاب بسرعة وجمع حوالي كيلو لحمة من الطريق، اعتبر جوزيف إنه ما بقى في خوف، فرافق مجدداً أودن بنزهة الساعة 6 ولكن على درب مختلفة. إيش الساعة 6:30 7 إلا قلت بطلع بمشي، بمشي أنا وأودن تا يغير جو، يعني ما يضل على التراس عندي. بمشيت دليتني محافظ على التراجي بس ماشي على الزفت، فضلني ايش اشوف في قدام. هلا على الزفت في حيط عملت اليمين سو ما في، مش مفروض يكون في ريسك، بس تاري مخبيين لحمه بقلب الحيط تحت الحجار رشين الحشيش. صراحه ماني اكيد شو اللي صار، يعني قعدت 10 دقائق تاني بعد ما وصلنا على البيت سمعته عم يسعوا لبرا. طلعت لعنده لقيته استفرغ وبلشت العوارض التسمم اللي دجا صارت مع غير كلاب. كمان أودن كمان أودن. مع كورونا رجعت حالات تسمم الكلاب مجددا الى الساحة، كما ترك المشردين بالشارع. فهل الحيوانات الأليفة تنقل العدوى الى الانسان؟ بدي اتشكر محطتكم الكريمة اللي عم تضوي مرة تانية مرة جديدة على موضوع فيروس كورونا المستجد وعلاقته بالحيوانات الأليفة. كل الدراسات اللي انعملت عبر العالم عبر المنظمات العالمية واللي هي WHO منظمة الصحة العالمية، منظمة الوسافة، منظمة الطب البيطري العالمي للحيوانات الأليفة والـ OIE وكل الدراسات العالمية لم يتبنوا أي حالة من الحالات اللي نصير عنا ونحكى عنا، إنما كلهم بيأكدوا إنه لحد الآن ما في عنا انتقال من الإنسان للحيوان لفيروس كورونا المستجد والعكس تماما. فإذا لا دليل إنه الفيروس ينتقل من الحيوان للإنسان، ولكن ما هي الإرشادات لازم نتبعها حاليا مع الحيوانات الأليفة؟ يرجع الحيوان يظهر لبرا يعمل حاجياته ويرجع على البيت، ينظفوا التنظيف العادي الوقاية الإجراء وإيديه، يصبنوه بصابون وماء لمدة 20 ثانية. كمان باي. جوزيف أكد لنا إنه المجرم رح ياخد جزائه، وبعصر الكورونا الحيوانات الأليفة هي الدواء لمحاربة وحدة الحجر المنزلي، فحبون واهتموا فيهم من كل النواحي.